أظن دي كمان هتقوله كرامة للخواج. طبعا، يعني الراجل اللي عايز يهد المجام يتنجل في ليلة وتقولي ملوش كرامة؟ ده ليه وليه 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 كمان. انت كده تسكت خالص. لا طبعا، ده قرار ومعاده دلوق، والمشروع هيكمل وهيتهد مجام الخواج. انت هتقعد تسمع ولا تهملنا وتمشي احسن؟ هسمع، اعتبرها تمثيلية. الخواجة في السودان ما كانلوش صاحب غير جزازته وفضل الله سر الختم. ألف رحمة ونور عليه. ضينا على الخواجات لو اليوم جاب الخواجات يا أخي ما جيتوني جبت لك فقر. فضل الله. نعم يا خواجة. فيش نور فضل الله. ما في حاجة. لا في. أنت زعلان. أنت يقول الحاجة ما كويسة للخواجة. أنا قلت ربنا ينعل الخواجات لو اليوم جاب الخواجات. ليه الخواجات؟ كده. لأنه أنتوا حاسين إنه الله ما خلق زيكم. وربنا اداكم العقل انتوا بس والباقي ما عنده. سه فضل الله. ربنا عنده خواجة عقل. أما إيه خواجة بعد؟ أما القنبلة. ما هو خواجة تاني. خواجة تاني شغل دماغ وعمل إيه؟ عمل صاروخ. ما هو خواجة تاني. خواجة دي يشغل عقله عشان يموت. دي حمار. أنت ربنا اداك عقل زي عقل خواجة. أنت عمل إيه؟ أنت ما عمل حاجة. انت كمان همار. لا حول ولا قوة الا بالله. انا يقول كله همار. انت همار انا همار. واحد من غير قلب والتاني من غير عقل. مين دي من غير قلب ومن غير عقل دي؟ الخواجة بايد ربنا شال قلبه وخدت محله حجر. وانت شال عقلك وما اخذت حجر. ما في عقل. وما في قلب. يلا يلا همار عشان نمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش انتي مش انتي. أنا يقول يلا هات همار عشان نمشي. يلا كله همار، كله زفت، كله مجنون. يهلس همار، امسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما يزال. أنا أقول كله كله همار. كله كله همار. أنا أيضا أكبر همار. لا أريد أن أعيش ولا أعرف كيف أموت. عاوز حاجة تانية يا خواجة؟ استنى استنى فضل الله، خد اشرب معي يا فضل الله. لا أنا ما بدوق الزفت ده. ليه فضل الله؟ حرام. خد اشرب اشرب عشان خاطر. قلت لك ما بشرب. شوف فضل الله، اشرب وفكر. أنت جايب لي في الدنيا دي؟ أنت ماله لازمة في الدنيا دي؟ أنت همار. أنت ما يزال. أنا كمان همار. لكن لما انت يسرب انت يبقى حمار سكران. فاهم انه له لازمه في الدنيا دي؟ اسرب. ربنا قال حرام. انت خايف عشان ربنا يزعل؟ انت اللي يشرب حمار، ليه ربنا يزعل؟ يا الله انت كده بتلخبط في الكلام وانا ما ينفع معي كده. عن اذنك. امشي. أنا عسكر معك. لا إله عظيم، كلام غريب خلاص. ليش عندك كمان طاقية؟ أنا ناقص كمان طاقية. فضل الله يخاف أن يشرب حتى لا يغضب الرب. فضل الله يصدق. هربرت كان يود أن يصدق لكنه لا يصدق. متى يأتي الموت؟ المفروض
أن يأتي ملاك الموت كل سنة. لا، كل يوم يأتي لمستر هيربرت ويهمس في أذنه. هل تريد أن تكمل حياتك مستر هيربرت؟ أم تريد الموت الآن؟ وهيربرت حر يختار ما يريد. هل لابد من انتظار ملاك الموت؟ نعم، لأن هيربرت جبان. هيربرت لو شجاع كان من الممكن عدم انتظار ملاك الموت. طاقية يا خواجة، ليش يا خواجة؟ ليش مستويت في روحك ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. نسوي وشينا يا أخواننا دي؟ ما لك يا زول يا علينا يا أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دي بيدك بجاي. موت نفسه؟ مات؟ بكرة تيجي من عند ربنا والحكومة تهده ونخلص من الحكاية اللي ملهاش آخر دي. يا واد أنت لما أمك ولدتك سحبوك من لسانك؟ ما هو محدش مصدق في الخواجة ده غيرك انت وولدك. وانا وانا كمان. مين قال؟ البلد كلها شافت بعينها. شافت ايه بس؟ عمالين تحكوا عن واحد مات في خموجي لا مؤمن لا بربه ولا باخره وتقولوا لي ولي؟ اتقوا الله يا ديت لم. بكره نكمل الحلقه الثانيه ان شاء الله. او مذاكر ولا اقرا لي ربع قران احسن. ربنا معاك بس برضه هكمل لك الحكايه. ماشي قوم اعملوا لي لقمه. مش هتعشى انا شبعان. لا ما تنامش من غير عشاء، في عرق في القفا يقول العشاء العشاء. فين العشاء يا ام المحروس؟ ولا اللي معاي يشوفوش ما ياكلوش. مين اللي قال احلى عشاء يا مره عم؟ هتتقتل فضل الله، هتموت فضل الله، هتاخد اعدام فضل الله. ليه يا خواجة بايدين؟ انت اقطع شريان مستر هيربرت عشان اسرقه. انت لازم تموت، لازم تموت فضل الله. انا قلت لك لقيته غرقان في دمه، مركت العمه من راسي ولفيت له ايده. انت كذاب، انت لص حكير. هيربرت 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 بالراحه مستر بايدن. هيربرت فضل الله هو الذي قطع شريانك هيربرت، صح؟ فضل الله ديه حمار. قال لك انا حمار، انا حمار حمار. فضل الله احد خايا. انت ليه يعمل كده فضل الله؟ ليه يرجع تاني؟ ليه يربط ايد خواجه؟ الطاقيه تقيت شنو؟ الطاقية وقعت وشال الهواء وانا جريت جبتها ولقيتك بالحالة دي. انت شفت الخوازة قطع ايده عشان يموت. هو عاوز يموت، سيبه يموت. حرام حرام يا خواجة، قال لي زول بني ادم روح بيموت وانا امشي اخليه؟ خليه عمر خليه. انا كان ممكن يقول انت قتل هيربرت. مرة تانية انا يقول. تجزأت انا يا خواجة؟ عشان هيربرت مرة جي عنده شجاعة وعمل كده، أنا ما يعرف يعمل كده تاني. كيف أنا يموت؟ ربنا لما يكون عايز ياخد أجلك ويقبض روحك هيحصل يا خواجة. هالكلام ده مكتوب بالكتاب في الساعة والدقيقة والمكان اللي حتموت فيه. خلاص خلاص يلا امشي. ايش الراجل مهووس ده؟ تلينا
انت يقول شنو؟ قلت لك مهووس. يعني شنو مهووس؟ يعني مجنون، راسك ده فيه بليله. يلا امشي. مساء الخير مستر هيربرت. مساء الخير. تسمح لي اقعد اتكلم معك؟ الفضول يقتلك مستر بايدن. فضول؟ انا لا افهمك مستر هيربرت. تشرب كاس مستر بايدن. كاس واحد. كاس واحد. انا لا اشرب كاس واحد مستر بايدن. انا اشرب حتى اسكر واتخلى عن وقاري واتكلم مع الناس بكل صراحه حتى اصبح وقحا وقليل الادب. من الممكن لأي إنسان أن يشرب حتى يسكر مستر هيربرت، لكن لكن أنا أستطيع أن أكمل لك كلامك لأن لياقتك وأدبك وأيضا جبنك يمنعوك من استكمال الجملة، رغم أن اللياقة والأدب المرسومان على وجهك مستر بايدن يخفيان تحتهما قدر لا حد له من التطفل والفضول. أنت تريد أن تقول أن الإنسان ممكن أن يسكر لكن ليس لدرجة محاولة الانتحار. تمام؟ لماذا حاولت الانتحار مستر هيربرت؟ ما الذي جعلك تكره الحياة لهذه الدرجة؟ قول أسرارك هيربرت، بوح بما تخفيه بداخلك لبايدن الذي ليس هو بصديق لك على الإطلاق. انزع عنك كل ما يسترك هيربرت وقف أمام بايدن الخجول المؤدب عاريا تماما، لأنه ليس لفضوله حد. أنا فضولي؟ إطلاقا. أنا فقط أحاول خلق نوع من التواصل. فعلا أنا أيضا أحب التواصل، خصوصا مع شخص لطيف مهذب مثلك. أنت شخص غريب جدا مستر هيربرت. ما أدخل لطيف، كمل. تقاريرك التي تقدمها في العمل، دقة قياساتك تدل على أن إمكاناتك أكبر بكثير من المهنة البسيطة التي تقوم بها. ها؟ لماذا حاولت قتل نفسك؟ لا تخاف مستر بايدن. لماذا؟ لا تخف على نفسك، مشكلتي مع هيربرت فقط. ما معنى ذلك؟ معناه أني لست مجنونا، لن أسكر ذات ليلة وأدخل غرفتك الكبيرة وأذبحك مستر بايدن. ادخل نام ولا تغلق على نفسك بالترباس. شكراً عكاسين. تجرب تاخد التالت؟ هيربرت، أنا لا أريد لأحد في يوم من الأيام أن يستجوبني عن جريمة انتحار أو حالة موت مريب لموظف عندي. تصبح على خير. تاجي معايا فين؟ أنا رايح أسلم على يوسف وراجع. هروح أطمن على بيتي. هبقى أطمنك، وبعدين أنت أي حاجة زرقة معايا فيها وخلاص؟ فيها إيه يعني لما أجي معاك؟ أطولي ورغاية ودوقف وتتحدث ساعة وأقف أستناك عند الباب ساعة. خلاص براحتك، أنا بس يعني كنت عايزة أروح عشان حاجة تانية. حاجتي إيه؟ مش مهم، روح بالسلامة هعرف. هي البت حبلت؟ لحقت تفهم قصدي؟ طمنيني. واه ومالك ملهوف كده؟ طمنيني عقولك. لسه معرفش. يا كريم يا رب. سلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا حاج يوسف. الله يسلمك يا أحمد. وانت عامل ايه؟ ومرتك عاملة ايه؟
بخير يا يوسف، كلنا بخير. طيب تاهلي. سلم على عمك. مرحبا عمي. مرحبا بيك يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. وبتي عامل ايه معاك؟ زينة مليحة. اقعد يا واد. واقف ليه؟ اصلي ورايا مشوار بس يا حاج. اقعد مع عمك كل. سيبه على راحته. راحته معانا. اقعد يا واد. حاضر. ايه يا محمد؟ مش ناوي تفرحنا وتجيب لنا يوسف صغير ولا احمد صغير؟ لسه ربنا ما رضش. ايه الكلام ده؟ انتوا لكم سنتين. يعني اعمل ايه؟ لسه صغيرين يا احمد، ما جراش حاجه. ايوه بس برضه نشوفه فيه ايه. هيكون فيه ايه يعني؟ خد مرتك يا ولدي وروحوا لدكتور، انتوا متعلمين. ده دكتور ايه يا احمد؟ تدبيت في راسك ولا ايه؟ عيالنا يكشفوا سترهم على دكتور. وفيها ايه؟ بعد اذنكم. ايه يا احمد؟ مالك ملهوف جوه كده ليه؟ مفيش لهفه، بس عاوزين نفرحوا. بكره نفرحوا ونكتروا ونبقى زي الفل، المهم قول لي. خير؟ ايه اللي حصل وانا في مصر واللي حصل مع العيال اللي راحوا مقام الخواجه؟ عيال مخها مفوت. من ميتة في بلادنا بنعادي أهل الله. أهل الله؟ هو الخواجة عبد القادر بقى من أهل الله؟ أيوة من أهل الله. فتلة فتلة فتلة. خلينا عليك الله برا. يا فضل الله قلت بنادي عليك يا أغلب. بنقضي العسل في خشمي أنا ماشي. يقول فدللا فدللا. انت ما يسمع ويمشي احسن يا خواجه، يزولكم بعيدنا التاني. ليه فدللا؟ من اللي عملت اليوم دك انا بدي كده. انا يقول فدللا انت يسمع. حاضر يا خواجه عن اذنك. استني فدللا. فدللا انت يقدر اذا خمره خلي سندي انت يقدر يجيب؟ لا ما بقدر. ليه فضلنا؟ حرام. مين قال فضلنا؟ ربنا قال حرام يا خواجه. ربنا قال حرام. انت يا اسلام انت تجيب خمره عشان خواجه؟ ليه حرام؟ هو كده حرام انا اشرب وحرام اجيب لك تشرب. خلاص امشي روح في ديه. روح في ديه. تقول لي انت تقول لي؟ قلت لك ده هيشيل روحك، يعني حاجه كعبه تحصل لك. يا ريت فضلنا يا ريت. يلا امشي فضلنا. ما يقدر سريع. فدلالة زول جميل. لا 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 هجر دي ما مزبوط حبيبي. كيف يا خواجة؟ لازم دي تلدي ودي تلدي، فهمت يا حبيبي؟ قلت لك هزار خواجة حيطلع زيت هزار. انت يقولوا ايه؟ اسمع انا يفهم سوداني كويس، انت ما يضحك علي. لازم دي تلدي دي تلدي، فهمتي يا زول؟ يعني حكمت. ايوه حكمت. لازم دي تلدي ودي تلدي عشان انا يعمل حكمت. انت يقول بسوداني حكمت، انا يقول بانجليزي سيركل. انت مش اضحك هنا، اضحك في البيت. امشي شوف شغل. يلا امشي امشي امشي. حذرتك من الحديث مع هؤلاء السود هيربرت. سود؟ نعم السود، انهم يصنعون السحر الاسود مثل بشرتهم السوداء. احترس احترس هيربرت. السحر الاسود؟ هل يمكنهم ان يعلموني كيف احولك الى ضفدعة؟ انهم كائنات شريره جاهله مشعوذه، كائنات ادنى ليس لها اي علاقه بالحضاره ولا بالانسانيه. انت طبعا تنتمي للكائنات الاعلى التي لها علاقه بالحضاره والانسانيه. طبعا. طز هيربرت، انت تعرض نفسك للعقاب. سأتقدم ضدك بشكوى رسمية للشركة في لندن. طز فيك وفي الشركة الرسمية في لندن. أنت رجل مختل وسكير. صح، أنا مختل وسكير وحر. أنا حر أتحدث مع من أشاء ومن أحب، ليس من شأنك سوى ما أرسمه على الأحجار. هذه الدوائر الحمراء هي مسؤوليتك فقط أيها الرجل الأحمر. هم سود وأنت أحمر.
ليس هناك فرق. كتر خيرك يا عم كمال. اي حاجه يعوزها المقام او تعوزها انت ابقى قول. حاضر. خد. وفلوس كمان. ابقى تجيب زير جديد وكوبايه نظيفه. حاضر. قد كده هتحب المقام. انا احب حبيبي صاحب المقام. الله يبارك فيك يا حاج. انت شفت الخواجة صح؟ والحد اللي بشوفه. يا سلام. اسمع، السر جوا الناس. يعني ربنا جوا قلبه ما يموتش يا سلامة، فهم؟ لا. يعني انت لو مت وربنا هو الحي جوا قلبك يبقى انت ما تموتش يا سلامة. يعني انا جاي النهاردة عشان ازور حبيبي اللي ربنا جوا قلبه، مش عشان القبة والحيطان. وكرامة لي انا بزوج القبة والحيطان، فهم؟ زي ما يكون. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام. مبروك المولود الجديد يا فضل الله. الله يبارك فيك يا اخي، الله يديك العافيه يا رب. شباب تربى في عزك يا فضل الله. ان شاء الله في عز الجميع. يا رب في عزك يا فضل الله. شكرا يا شباب، الله يديكم العافيه. صباح الخير يا خواجه. صباح الخير فضل الله. تشرب شاي يا خواجه؟ لا شكرا فضل الله. ليه انت مبسوط شديد كده فضل الله؟ مرتي ولا تلاقيني ورا الطريق فضل الله سر الختم. قلت لي ده اسم بيبي بتاعك. ايوه يا خواجه، عن اذنك انا ماشي اصلي ركعتين شكر. شكر لمين فضل الله؟ شكر لله طبعا. أصلي وأشكر ربنا على نعمته على عبده الفقير. تعال أقعد أقعد فضل الله. أنت صدق إن في ربنا فضل الله؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا خواجة. طبعا مصدق يا خواجة، مصدق أكثر من إنه أصدق أنت هسه بتتكلم معي. أنت شايفه فضل الله؟ هو شايفني. أيوه أنت شايفه. أنا شايفه في خلقه في ولدينه ورا الطريق. فايدة شنو فضل الله؟ فضل الله بيبي، فضل الله كبر، فضل الله يشتغل يتزوج يولد مرتضي، وبعدين فضل الله يموت ينزل تحت في التراب بيجي ياكل فضل الله. ما فيش فضل الله، خلاص ربنا جاب فضل الله عشان فضل الله يموت. انا لله وانا اليه راجعون، كلنا حموت يا خوالي. ايوه صح، كلنا حموت. يلا روح روح افتح مع بيبي شويه قبل ما بيبي ياكل من تحت. ما يزال ما يزال فضل الله، انت ما يموت. انت روح روح افتح مع نور طريق وبوس نور طريق. يلا يلا فضل الله. والعجيب ان الخواجه حب فضل الله اللي ما فيش بينهم اي صله، وبقى عنده ثلاث حاجات ما يقدرش يستغنى عنه: الجزازه وفضل الله والمزيكا. ثانيه واحده يا حاج. ايه زين، اطلعي والنبي يا بتك وشيلنا ديك من العشه فوق. وي عايز تتعشى تاني؟ عشان يدن وتدرك شهرزاد الصباح وتخلص ليله من الف ليله وليله بتاعت الخواجه دي. الله عليك يا عم جادر، اقعد اسمع يا عم. المهم كان الخواجه غرقان في الحموه والسكر والمزيكا. هل تستطيع أن تسحبي كمية كبيرة من دمي؟ شربي على قدر استطاعتك، ربما نجحت أنت فيما فشل فيه هربرت، ويكون الموت عن طريقك أنت. تصوري. لا لا يمكن تحملك بدون هرش، ثم أنت أيضا صغيرة جدا، مهما شربت من دمي لن أتأثر. ما هذا؟ دوخة ودوار وإعياء، ربما قربت اللحظة. عظيم
هكذا مات مستر هربرت دوبرفيلد وحين لا مات بصحبة بعوضة حسناء في بلد بعيد يدعى السودان، والسودان هذا بلد فضل الله، وفضل الله هذا حمار طيب جميل، هربرت أيضا حمار، لكن الفرق كبير، فضل الله حمار سعيد، أما هربرت حمار تعيس جدا. ربنا يعيني يا شباب، والله اليوم ده حر شديد. شاي بتعطش كتير يا خوايا؟ جدا فضل المويه فيها سر عظيم. سر شنو؟ دقيقة دقيقة يا فضل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وين قلنا بتاعي؟ وين فدلة؟ جاري ورا الولد. فدلة فدلة يا ولد تعال هنا، يا ولد قلت لك تعال هنا، والله الليلة امسكك انا اجيك هنا ده اكسر لك راسك ده شفته كله. ها يا ولد يا ولد تعال هنا. وين انت فدلة؟ هاك يا خوي. ليش انت دي؟ ده بيشرب يشرب. شنو دي؟ دي مويه يا خوي. انا ما اشرب مويه. دي ما اقول له بتاعي. دي قلتان يا خوايا، ليه كاسره؟ قلتك شال الولد وقام جاري بيها وجبت لك قلتي، اكون انا غلطان؟ حاجه غريبه والله، لا حول ولا قوه الا بالله، حاجه غريبه. يا قلت الخوايا 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 يا قلت الخوايا. أنا آسف فضل الله. حصل خير. فضل الله أنا آسف. ما في مشكلة يا خواجة. أنا ظنيت بس إنك عطشان. تعال معي فضل الله، تعال معي. تعال معي فضل الله، تعال. شوف فضل الله. أنت ياخد أي حاجة أنت يهبه من هنا. ما قلت لك يا خواجة نحن بنقبل العوض. لا 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 لا، دي هدية فضل الله. لا 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 يا خواجة لا. أرجوك فضل الله أرجوك. النبي يجيب لنا الهدية. مين اللي يجيب الهدية؟ النبي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شد دي كلوك جميل. والله يا خواجة ما بعرف أشغلها، ما بعرف. طيب دي كندل، كندل جميل دي فضل الله. لا 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 لا. عشان خاطري. طيب يا اخويا يعني اذا مصير انا اشيل السجاده دي
سجادة؟ اي عشان اصلي عليها. اصلي عليها. شكرا يا خوايا. شكرا حبيبي. شكرا. انت ما يزعل مني فضل. لا ما في زعل، ما في زعل. شكرا يا خوايا. السلام عليكم. السلام عليكم فضل. فضل. نعم يا خوايا. انا كان عايز اسال انا حاجه. انا امبارح انا شاف حلم. خير يا خوايا؟ انا ما يعرف دي حلم ولا ما حلم. انا كان صاحي. انا ما شفته، انا سمعته. سمعت حلم كيف؟ سمعت حاجة موسيقى. اذا الناس يقول موسيقى. الله الله. ايوه يا خواجة، ده ما حلم، دي الحضرة. دي الحضرة. شنو الحضرة؟ الحضرة كلنا بنقعد مع الشيخ وبنذكر الله. شنو الشيخ؟ الشيخ ده اللي اخذنا على ايده الطريق، اخذنا على ايده العهد. انا مش ما يفهم. مش بعد ما نذكر ربنا كلنا نسلم على الشيخ ونمشي على بيوتنا. حضرة دي فيه موسيقى جميلة. ايوه ايوه انا احب موسيقى جدا فضل الله. تحب تمشي تحضر معنا الحضرة؟ انا امشي. أيوة. معك انا ممكن. والله ما اعرف ممكن ولا ما ممكن، لكن رح معنا رح. لا انا ما يبي يجي معي، انا يبي يسمع بس فضل الله. خير. شكرا. خير خوي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم فضل الله. والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي، ولا خلوت بقوم احادثهم الا وانت حديثي بين جلاسي. لماذا لم تاتي الينا يا سيد هيرفرد رغم اننا دعوناك اكثر من مره؟ لدي مشاكل في السخ اليمنى والكبد مهترع والقلب ايضا ليس على ما يرام. انا سكير جدا ومريض جدا ايها الرجل الطيب. هل رأيتك من قبل؟ ولماذا تفعل بنفسك كل ذلك؟ وما الداعي لذلك؟ ماذا أفعل في نفسي؟ لماذا تُرهق جسدك كل هذا الإرهاق؟ لماذا أنت مستسلم للمرض؟ أقول لك، أنا إنسان جبان، أريد أن أموت، لكن ليست لدي الشجاعة كي أنتحر. لذا فأنا أنتحر بجبن. يا سيد هيربرت، أنت لم تخلق للموت لكنك خلقت للحياة. زرني مع فضل الله في الحضرة. فضل الله.